شهدت مباراة اسكتلندا والمجر في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة يورو 2024 حالة من الرعب بعد إصابة قوية في الرأس لأحد لاعبي المنتخب المجري. قبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبا اصطدم حارس منتخب اسكتلندا أنجوس جان مع برناباس فارجا لاعب المجر ليسقط الأخير على الأرض ويفقد الوعي. الأطقم الطبية والإسعاف تدخلت بشكل سريع لمحاولة إنقاذ اللاعب المجري مع تغطية لاعبي المجر لزميلهم لمنع رؤية الإصابة. المباراة توقفت لمدة 7 دقائق من أجل علاج برناباس داخل أرضية الملعب مع حجب الرؤية عنه أثناء تلقي العلاج، ولكن سرعان ما أشار لاعب المجر إلى معاناته من إصابة قوية ليغادر أرض الملعب محمولا على نقالة وسط تصفيق حار من الجمهور بعد دقائق من الرعب والقلق. ولم يعرف حتى الآن حجم الإصابة التي عانى منها اللاعب المجري.